نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، أعوذ بالله، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. نعم، نسأل الله العافية. إن الرجل ليصلي 60 سنة، 60 سنة، والله عز وجل ما يقبل منه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. أنا رأيت بأمي عيني أناس من أحرص الناس على الصلاة، من أحرص الناس على الصلاة، واكتشفت أنهم يرفعون أقدامهم في السجود. إذا سجد رفع قدمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. تفاجأت، رجل من أحرص الناس ويأتي في أول الوقت، ومع ذلك تجد يرفع قدميه إذا سجد. ولا يخفاكم هذه المسألة، وأن الراجح من قول أهل العلم أن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت. من الذي أمره؟ الله عز وجل، أن أسجد على 7 أعظم، وذكر منها الوجه وأشار إلى أنفه، عفوا الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. فهذا الذي يرفع سنوات، عمره في 50، في سنوات هو يصلي، سنوات يصلي، وقد لا يقبل الله عز وجل صلاته. قل جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يحسب ان صلاته مقبوله عند الله، بسبب جهله وبسبب كسله وتهاونه في تعلم صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم القبول، نسال الله العافيه والسلام. ولذلك قال عمر بن الخطاب: ان الرجل ليشيب في الاسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. فقيل له: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها.